علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف تتعامل مع الله؟ لقد عشت مع هذا السؤال أجمل أيام حياتي كلها، وبدأت أفكر في إجابته وأبحث عنها لمدة طويلة. كيف أتعامل مع الله؟ وأنا والله فعلا في بعض المواقف أحتاج أن أعرف كيف أتعامل مع الله. ما رأيكم أن أقول لكم اليوم قصتي مع هذا السؤال؟ كيف بدأت وكيف انتهت؟ وما يدريك، فربما تعيش معي نفس القصة، وربما تذوق نفس الشعور الذي ذقته عندما عشت أنا هذه القصة. لقد رأيت بعيني كيف أن التعامل معه سبحانه يختلف تماما عن التعامل مع غيره، وأنه سبحانه أحن وألطف من يعاملني، ولم أجد في حياتي كلها أحدا تعامل معي كما تعامل ربي معي. لست أنا فقط، بل كل من سألتهم وتشاركوا معي في هذه الأفكار رأيتهم يقولون لي نفس الشيء. أحدهم يقول: بعد أن عرفت هذه الأسرار حياتي تغيرت. آخرون يقولون لي: نحن تحسرنا على الأيام التي في السابق قبل أن نعرف كيفية التعامل مع الله، تحسرنا عليها لأنها ما كانت بنفس هذا الطعم الرائع. هذا والله حدث لي معهم. فهل تعرفون كيف بدأت قصتي مع هذا السؤال: كيف تتعامل مع الله؟ بدأت باثنين معي من طلاب الجامعة، جلست معهما وبدأنا الحديث عن كيفية التعامل مع الله عز وجل، ونتطرق إلى مسائل دقيقة. ولما بدأ الطالبان بتطبيق كيفية التعامل مع الله اختلفت عبادتهم وتغيرت مشاعرهم إلى الأفضل، بل حتى تعاملهم مع أهلهم وأصحابهم أصبح مختلفا، وأصبح هذان الطالبان يدعوان غيرهما لكي يذوق نفس الطعم الرائع. وفعلا زاد العدد إلى 15 شخصا تقريبا، وقررنا أن نقيم جلسة أسبوعية كل سبت بعد صلاة المغرب نجتمع لكي نتدارس أصول التعامل مع الله عز وجل، ثم كل واحد يطبقها لوحده طوال الأسبوع، ونلتقي في السبت القادم ليحكي كل واحد تجربته. فكنا والله نجد في كل أسبوع سعادة أكثر من الأسبوع اللي قبله، إلى أن وصل عددنا إلى أكثر من 200 شخص. يا الله، يا الله. فلما فتحنا الباب للأخوات النساء تفاجأنا بأن العدد وصل إلى 800 داخل المسجد. فانتشرت أخبار المشروع وبدأ الناس يتكلمون عن هذا التجمع. في الأسبوع الذي بعده وصل العدد إلى 3000 من الرجال والنساء داخل وحول المسجد، وكانت تغلق الشوارع المحيطة بالمسجد الذي نقيم فيه هذه الجلسة، واضطررنا إلى وضع خيام خارج المسجد لاستيعاب الجمهور، ونضع شاشات تنقل للناس الذين في الخارج ماذا يحدث داخل المسجد، والعدد يتزايد، لأن الناس في الحقيقة بدأوا يلتمسون تغييرا في حياتهم بعد كل جلسة، وأصبح كل واحد يكلم أهله وأصحابه وأحبابه ويحضرون للمشاركة. كل هذا بفضل الله وحده، لا بفضلي ولا بفضل أي أحد آخر. يا الله، يا الله.
وجه الكلام إلى ربك، خاطبه، لا تجعل المسألة فقط أنك دائما تفكر في إخراج اللفظ وإخراج الحروف وتحسب التسبيحات وتخلص الصلاة وتحرك تنطر متى توصل عند الموضع فتأشر، ها؟ لا 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 تفكر هذه التفاكير، اتركها هذه، فكر فقط أنك تخاطب الله. كيف؟ عندما تقول الحمد لله رب العالمين، قلبك وروحك ووجدانك وعقلك لا تفكر إلا أنك تقول يا رب الحمد لك أنت، وأنت تخاطب الحمد لك أنت. في جلسة الأسبوع الذي يليه وصل عدد الحضور إلى 6000، لم يحضروا لأجلي ولا لأجل الرفاهية التي كانت في المكان، لكنهم حضروا من أجل أن يذوقوا نفس الشعور الرائع الذي ذاقه أصحابهم. وكنا نتكلم عن التعامل مع الله في شيء محدد وهو الصلاة، لأننا وقتها لم نتوسع في أسرار التعامل مع الله تعالى كما نفعل الآن في هذا البرنامج، بل كنا نتكلم عن كيفية التعامل مع الله في الصلاة فقط، وكنا نسمي هذه الجلسات كيف تتلذذ بالصلاة، والتي أصبحت برنامجا تلفزيونيا فيما بعد. يا الله يا الله. أحد الذين شاركونا هذه الجلسة يقول بعد أن عرفت كيفية التعامل مع الله في الصلاة والتلذذ فيها صليت بعدها أحلى صلاة في حياتي كلها. شخص آخر يقول كنت أظن أن السعادة التي تتكلمون عنها مبالغ فيها، لكني والله رأيتها بعيني. أحدهم بعث برسالة كتب فيها 3 كلمات، يقول كأني ولدت من جديد. فلما رأينا الإقبال على تذوق هذه المشاعر قررنا نقل المحاضرة إلى أكبر مسجد في الكويت وهو مسجد الدولة الكبير. فلما بدأت المحاضرة تفاجأنا، الحضور 20,000 من الرجال والنساء، وهذا والله كله بفضله هو وحده سبحانه، أسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. مع أننا لم نكن في رمضان بل كنا في فترة الإجازة والصيف، إلا أن الحضور كان منظره رائعا رائعا. فأجرينا استبيان فإذا بعد المحاضرة 94% من الحضور أصبحوا يخشعون في صلاتهم. لاحق قررنا التوسع لنطرح الموضوع كاملا بالعنوان الذي تعرفونه كيف تتعامل مع الله، فدعونا الناس لمحاضرة بالمسجد الكبير في الكويت أيضا، فرأينا شيئا نراه لأول مرة. كان الحضور عبارة عن أكبر تجمع لمحاضرة في تاريخ الكويت. لقد حضر إلى المسجد الكبير 35,000، صراحة كان منظر التجمع قمة في الروعة، لدرجة أنني والله كنت أتمنى أن أعطس ليقول لي 35,000 يرحمك الله، ما أدري ربما أدخل الجنة بسببها. والله فعلا كانت ليلة مميزة من ليالي حياتي. يا الله يا الله. لكن أتدرون ما هي المفاجأة الأخرى؟ لقد تصادف مع إقامة المحاضرة مرور فتاتين عربيتين من غير المسلمين، فلما رأوا هذا التجمع الكبير والشوارع المغلقة والتنظيم المروري والناس يجلسون في الشارع حتى مروحيات تابعة وزارة الداخلية تجول حول المكان استغربوا، فتوقفوا للاستماع للمحاضرة. ولما بدأنا الكلام عن الله، من هو الله وكيفية أسرار التعامل معه سبحانه، بدأت الفتاتان بالبكاء. وعندما توقفنا لأذان العشاء جاءني الخبر وأنا في داخل المسجد
أنهما يرغبان بالدخول في الإسلام. وقبل أن نستأنف المحاضرة مرة أخرى بعد أذان العشاء قررت أن أبشر الناس جميعا، وفعلا عمت الفرحة جميع الحضور. يا الله يا الله. بشارة قبل لا نبدي، تدرون ماذا يحدث الآن؟ أنا والله تفاجأت والله ما قالوا لي، الحمد لله. جاء إلى اللجنة النسائية أناس ليسوا بمسلمين، لما رأوا الاجتماع هذا أرادوا أن يسلموا الآن. الله أكبر الله أكبر، أرادوا أن يسلموا الآن، وهم الآن يكلمونهم وهم يريدون الرغبة في الدخول بالإسلام بعد ما رأوا هذا الجمع العظيم. أنا أشكر كل واحد فيكم، لعل الله يكتب أجر إسلامهم في أجوركم وموازينكم يوم القيامة. يا الله يا الله. إخواني أخواتي، لما رأيت ردة الفعل القوية هذه تشجعت في نشر كيفية التعامل مع الله عز وجل، فقمت بتصوير برنامج تلفزيوني يحمل اسم كيف تتعامل مع الله، وأردنا أن نعرف ما هي ردة فعل الناس تجاه البرنامج، فأنشأنا صفحة على موقع الفيسبوك وبدأت أتواصل فيها مع المشاهدين. يا الله يا الله. في العام الماضي تم إنشاء صفحة على الفيسبوك باسم مشاري الخراز للتواصل مع المتابعين. تم عرض استبيان في الصفحة عن البرنامج الماضي الذي كان بعنوان كيف تتعامل مع الله الجزء الأول، وكان سؤال الاستبيان: هل غير البرنامج شيئا من حياتك؟ فكانت النسبة أن أكثر من 96% من المشاركين تغيرت حياتهم للأفضل. يمكنكم متابعة الاستبيان بأنفسكم على الصفحة ومتابعة ردود الأفعال. إن هذا الشعور والله ليس مبالغا فيه، أنا بنفسي جربت أن أوصله لغيري، فكانت المفاجأة أن كل من طبق هذه الأسرار في كيفية التعامل مع الله وجدوا نفس الشعور الرائع الذي أتكلم عنه. فعرفت أن الأمر لم يكن صدفة، وأن السعادة في التعامل مع الله يمكن لكل أحد أن يذوقها. لكن المشكلة أن ليس كل الناس قد اطلع على هذه الأسرار الجميلة، ولهذا فإن كل ما نحاول أن نفعله الآن هو أن نوصل هذه الأسرار إلى أكبر قدر ممكن من الناس. وأنا متأكد بأنك ستحس بنفس الإحساس الرائع الذي أتكلم عنه، لدرجة أنك قد تفعل بالضبط مثل الذي نحاول فعله. ستذهب إلى غيرك وسترشده إلى كيفية التعامل مع الله تعالى، فإذا رأيت سعادته وفرحته وكيف أن حياته تغيرت ستتحمس لكي توصل نفس المشاعر إلى شخص آخر، وهكذا. صراحة أنا أدمنت على هذا، لقد رأيت بعيني لا أقول العشرات ولا المئات بل الآلاف ممن تغيرت حياتهم ومشاعرهم بعد أن ذاقوا هذا الطعم الرائع عن كيفية التعامل مع الله تعالى. وأنا والله أريدك أن تذوق أنت نفس هذه السعادة، وأن تشاركنا في اكتشاف أسرار التعامل مع الله تعالى. صدقني ستتغير حياتهم كما تغيرت حياتهم. والآن وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، ما هي هذه الأسرار؟ ما هي أسرار التعامل مع الله عز وجل؟ كيف أتعامل مع الله؟ أتمنى لو سمحت أن تتابع هذا البرنامج وستجد الإجابة على هذا السؤال بإذن الله. تابعونا في الحلقة القادمة. يا الله يا الله. علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك.
واستغفرك وادعيك وطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد.